فصل الصيف على الأبواب، وهذا هو الوقت اللي كيوجدوا فيه المغاربة الاستعدادات اللازمة باش يهودوا لبلادنا المغرب. لهذا قررت تيميغو 24 تنزل للشارع ونسولوا الناس على الحاجة اللي كتعجبهم بزاف في المغرب والحاجة اللي ما كتعجبهمش في المغرب، أي المشاكل اللي كيواجهوها. تابعوا معنا هاد الميكرو تروتوار. سي نورمال، كتمشي عند والديك كتشوف حبابك، كتشوف الأصدقاء، كتشوف الجو، كتشوف البحر، كتشوف الجبال، تقدر تشوف الثلج، تقدر تمشي للبحر، تمشي دير سكي في نهار واحد وتمشي تعوم في نهار واحد. سي نورمال، ما كاين حتى شي في دوله في العالم هذه القضيه. من اي مدينه في المغرب؟ من دار البيضاء. ما شاء الله. وشنو هي الحاجه اللي ما كتعجبكش في المغرب او كتواجه معها بعض المشاكل؟ سؤال شويه ماشي صعيب وانما متفرع. انا اللي نقدر نقول لك، اللي كيمشي للمغرب في لي فاكونس خصو يا اما يدير العطله ديال يقضي العطله ديالو ما يتحركش، ولا يمشي يقضي المصالح ديالو الاداريه بالطبع بطبيعه الحال. هادو هما الا غتمشي دير الا غتمشي تصوب شي ورقه ولا شي حاجه، راه ما كاينش فاكونس، بقاش خاصك دير شي ورقه، خاصك تستنى اسبوع، ما كاينش القيد، الخليفه ما كاينش، المقدم ما جاش. المهم هنا كتضيع العطله. اما انسان، انا كنفضل انسان يمشي العطله للعطله، ما يقضي حتى شي غرض. الا بغى يقضي شي غرض في وسط العام ياخذ سيمانه او 10 ايام بالي روتو، 10 دقائق راه في المغرب، يقضي المصالح ديالو، يبقى فيك 10 ايام حتى يقضي المسائل ديالو. منين يمشي عطله يمشي مرتاح مع وليداته ويتبحر اذا هو مشكل اداري. مشكل اداري، المغرب ما كاين حتى شي مشكل فيه والا مشكل اداري. هذا هو. من اي مدينه من المغرب؟ انا مكناس اصل. بارك الله. شنو هي الحاجه اللي كتعجبك في المغرب بزاف؟ بصراحه كل شيء كيعجب في المغرب، الجو، البحر، الجبال، كنحسوا بواحد الراحه في المغرب، حيت عندنا في الدم داك الشيء، واخا خلقينا هنايا وكبرنا هنايا ولكن. بالنسبه للاستقبال مثلا كتمشي في الطياره؟ مره في الطياره، مره في السياره، مره. بالنسبه للاستقبال كي كيجيك؟ الصراحه الطياره سافا، هاد السنين الاخ لي ديرنيغ زاني سافا، حتى السياره سافا شويه، بداو كيسربيو الناس، ما كيخليهمش يتكرفسوا في الديوانه. يعني تحسن الوضع في الاونه الاخيره. قضيه غداويه كتحسن الحمد لله، مزيان. وشنو هي الحاجه اللي ما كتعجبكش في المغرب؟ كاين شي حوايج بحال ملي كتمشي تصاوب شي ورقه ولا هادي كيبغيو، ولكن حنا ما مولفينش بداك الشيء. انا كنزكي عليهم سوغ بلاص، كنقول لهم انا ما مولفش بداك الشيء، تقضي لي الورقه ديالي ولا غادي نرون كل شيء تما. وكيقضيوها لك؟ كيجي واحد كيقول لي صافي 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 كيقضي لي، ولكن الناس تما كنشوفهم كيرضاو بداك الشيء. خضوع حيت مولفين بداك السيستيم، كيقولوا واخا سيدي انا غنرجع غدا، سير دير فوتوكوبي لي، دير انت فوتوكوبي، عندك فوتوكوبي زمورك غتصيفطني انا ليه؟ التخربيق هذا، قضي حاجه تمشي بحالي حتى انا دغيا حتى نورمال حقك. حنا كبرنا هنايا، كتمشي لا كومين 5 مينوت، كتجي النوبه ديالك طق طق مسيو ميرسي او غفوار، تما كيقول لك سير هنا اجي لهنا، اقضي حاجه ولا حيد انت من تما انا غندير خدمتك. مدينة الرباط. بارك الله معنا العاصمة. ممكن تقولي لنا شنو هي الحاجة اللي كتعجبك في المغرب؟ إوا المغرب زوين، والمغرب بلادنا وحنا توحشناه. إوا وكنمشيو في الصيف في الوقت ديال العطل، كنمشيو ندوزو لي فاكونس، كنتوحشو الشمس، هنا ناقصة الشميشة وناقصة أنا شحال من حاجة، كنمشيو نتوحشو الوالدين ولا فامي. شنو هي المدن الأخرى اللي كتمشي لها؟ كنمشيو كنقبط كنخيمو في تيطوان، كنقبطو الدار في لابلاج، والدراري كيبغيو عرفتي لي زونفون في لابلاج، وهذا كندوزو لي فاكونس في هذا في تيطوان، وكندورو شويه في مراكش اكادير، وابخي راكي عارفه كنجيو عاود لهنايا عاود. ممكن تقولي لنا شنو هي المشاكل اللي كتواجهك في المغرب؟ ايوا المغرب راه غادي في التطور ولا مزيان، البلاد زوينه وهذا، مي شويه ديال هدف لي المشاكل كنشوفها انا في لي زوبيتو بزاف بالنسبه للارجونس. المهم كتمشي كيخليو بنادم مليوح تما ما كيدي والو. شي مره وقعت لك هكا شي تجربه؟ وقعت لينا ووقعت وكنتاسف. من هنا كان خو المرحوم الله يرحمه توفى، ووقعوا شي مشاكل وانا كنقول لهم هما السبب ديالو في الموت ديالو.
يلا الله يرحمه، وكنتمنى من المسؤولين وكنتمنى يزيدوا يحسنوا الخدمات الصحيه المساعديه. هذا ما شاء الله. شنو هي احسن حاجه كتعجبك في المغرب؟ كي اول حاجه كيعجبوني نجلس مع عمالين الدار، نشوفهم، نصل الرحم معاهم، ونبارطاجي معاهم الهموم اللي كنرفدوهم معنا توتولون دون اني. اي بو ابخي نمشي كنتمتع بالمناظر اللي ربي نعمنا بها، في سيرتو انا جاي من السعيديه، عندنا واحد البحر تاع 14 كيلومتر ورمال زينه، عندنا اون بون بلاتفورم، اون انفراستركتور مودرن، عندنا دي زوتيل زينين، عندنا الناس كيرحبوا كي حسن الاستقبال الجاليه. كتمشي للساديه وها ولا كتزور المدن اخرى مغربيه؟ لا ما كنجلس سور بلاص، كنمشي نمشي للنادور، نمشي لمليليه حتى هي، نمشي للكبدانه راس الماء قبويا حتى هي عندها واحد لو شارم ديالها بحر سبيسيفيك، والمغرب ديالنا راه كبير، واخا نجولوا ونشوفوا يبقى توجور بلايص نشوفوا. مغربنا جنه ان شاء الله. نقولوا المره الجايه نهودوا حتى الداخله العيون ونصلوا الرحم مع خوتنا الصحراويين. ايوا شنو هي الحاجه اللي ما كتعجبكش في المغرب او المشاكل اللي كتواجهها ملي كتروح المغرب؟ هي المشاكل متعدده وكل واحد كيواجه مشاكل، ماشي المشاكل اللي كنواجههم انا ماشي بالضبط هما اللي كتواجههم. انت شخصيا شنو هي المشاكل اللي كتواجه؟ او نيفو دو لادمينستراسيون تو فا بيان، لا بروبروتي، كاين بعض المسؤولين اللي ما كياخذوش بعين الاعتبار الخصوصيه نتاع المدينه، و باسكو السعوديه يل بيز لور سور لو بلون تورستيك، فهمتي؟ بحكم كاع العوامل اللي ذكرتهم لك. كاين واحد المجلس زعما شاب ديرنيارمون اللي قد المسؤوليه واللي كيدير خدمته على احسن وجه، ونتمنى باش يكملوا في هذا، خاطر انا ما كنحبش نمشي للمدينه ديالي وكل عام كنشوف زبال ولا كنشوف ناس كيقصروا، وسيرتو لا مان دوفغ نون كاليفيي. هذا هو اللي الجهل نتاع بعد كنلاحظوا واخا ساكن هنا وهذا عندك غير على المدينه ديالك. ايوا بطبيعه الحال انا يا ما غاديش نهرب على لي زوريجين ديالي، ونبغي دائما نوصف المدينه ديالي، نحاولوا نكونوا حنايا دي زومباسادور نتاع المدينه ديالنا. وانا كنتلاقى اوروبيين كنقول لهم باللي السعوديه راه مدينه زي ونونس المسعوديه المغرب كامل، ما نبغيش باش يمشيو يديروا ملاحظه اون موفيز رومارك ولا تكون عندها اون تري موفيز ريبيتاسيون، ما نستاهلوش هذا الشيء بيان سور، غتكون عندي غيره فوالا. وهذا الشيء اللي كان نقدر نقول لكم. الشكر الجزيل، شكرا.